السلام عليكم. اليوم سبق لي وقلت بلي ان قاعات نتاع رياضيه تاع مركب وهران فيها زوج ملاعب، والان نروح نتاكد من هذا. واش قلت؟ نتاكدوا منه. روح لخارطة جوجل ونقيس الطول والعرض نتاع القاعه هذه، ونشوف اذا قدرت تستوعب زوج ملاعب ولا لا. هذه هنايا عندنا، هنايا امامنا قاعه نتاع متعدده الرياضات، نقيسها طولها وعرضها. اذا نشوفوا نكيلو هنايا، نصيبوا 100 متر، 100 متر في الطول، وكذلك نلقاو 90 متر في العرض. يعني 100 متر، 100 متر هي الطول تاع الملعب. وهنا نروحو الملعب تاع كرة القدم نقيسو، نلقاو 105 متر في الطول. إذا 200 متر في 90 متر ممكن تستوعب زوج ملاعب تاع كرة، واحد كرة السلة وكرة اليد، إذا نقصوا لها المساحات المخصصة للمدرجات. يعني 200 متر كافية باش تستوعب زوج ملاعب. كذلك نروحوا لهنايا للقاعة نتاع المائية نتاع السباحة، نشوف باللي الطول ديالها فيه 90 متر، والعرض ديالها فيه 70 متر، 90 على 70، يعني 90 متر طول كافي باش يستوعب حوض زوج أحواض نتاع 50 متر، لأن يعني حوض كرة حوض السباحة فيه 50 متر طول. إذن هذا هو دليل على أنه القاعات الرياضية هذه تقدر تستوعب زوج ملاعب نتاع الرياضة. ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.